انا تبلي ذكرت قديرو مره هيرت تحنيت السوق، مع هيرت فتاح السوق. احنا صبر، احنا صبر، احنا صبروا في الراجل على صاحبهم، وراح مسكين كان يطلع معانا وكنا متوافين معاه، وانت تقول كون يكون عندي قط يغيظني جدتي ما تغيظنيش، تهدر بومبي. ايه بان داك الشيء ندير قول اي تصاريح ندير كيما حمزه، انا الله غالب انا ربي دخل في هاي الحلقه. ايه ذكرت، ايه ايه ذكرت كي راح المستشفى قال لي عزيزي ذاك اللي وليدي وما تشتغلش، قال لي بويو. ذكرت بغى يصبر بوي ذاك التفلع كيما داوه لي يصبر ذاك السيد في بوسكيه. عنقو ذكرت عنق بوي ذاك الميته، قالوا الله يرحمه، قالوا ما تعمرش راسك بيه. حمزة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام صلى الله عليه وسلم. كون حي ما يسمعش بيا، انا غضب من الموت ما نسمعش به. انا عندي قاعدة في راسي، انا انسان مين يكون حي وما يسمعش بيا وما يطولش عليا وما يعيطليش، مين يكون حي غدوة يموت ما نسمعش به. انا داير كيما هكا، انا ني حي، حوشوا عليا، سقشوا عليا، عيط لي، نعيط لك سوالة، غدوة مين تموت الله يرحمك. انا انسان ما يحوش عليه، نحوش ما يحوش عليه، غادي يكون يموت الله يرحمه، وحنا تاني غادي نموتوا. قادر السؤال، حنا من السؤال يكونوا ما الحيين، منطقش قدام حنا من الملأ. احنا الحيين، ما احنا الحيين ما حوشتش عليهم، بتحوش على الميت انت؟ احنا الحيين، انا هاولي هاولي كاين حيين، الناس خاوتنا، خواتاتنا، كاينين مع دي اختو بالعشر سنين بعد ما يتموتوا يبكي عليها. ما تبكيش عليها اخويا، ما تبكيش عليها، علاش تجي تبكي على هذو الدموع التماسيح هذو؟ ما تبكيش عليها. غدوة الأخت تاني تجي خديرو، تبكي على أخوها، ما تبكيش انا عليها. خديرو، خديرو خديرو اسمح لي، اسمح لي خديرو، خديرو خديرو اسمع، انا راني معاك وراني حاسس نعاونك وراني عارفك شايف الفكره اللي بغيت توصلها، مي الموضوع مش داك هو اللي كنا فيه، الموضوع الهدره ماهيش في بلاصتها. اما ذي الشيء اللي تدار عليه واللي ما يحوش عليا ما نحوش عليه، وغلوب ماتوا على بالي وقساح، وواحد كيما تكونش عايش معاه شويه كشغل تكون قاطع الياس منه، مش كيما واحد معاك ونفهم انا هذا الصوالح وهذا الامور. بالحاله الموضوع راك ورديته مش في بلاصتو، هذا مكان. انا اخويا قلت شوف شوف انا قادر، كنت قادر انا والله كنت شوف معليش هكا باش كاع الناس كيما قادر اللي تفهم كيما قادر. شوف سبحان الله، شوف ربي، ربي كي كبير، شوف حنا اش غنديروا، نديروا المعاصي وكاع، وكي تتوب ربي يغفر لك. يعني ايماجين نحن عباد ضعفاء، وكيفاش من يعني من براين انا جداتي ماتت، انا جداتي ماتت، ما في 10 سنين ما شافتهاش جداتي ماتت، ما نوما موت تفل في الجزائر. انا جداتي ماتت، ما في ديزو ما شافتهاش، ما قلبها محروق على مالي ما شافتهاش، من خالاتي ما بغوش يدفنوها في الجزائر باش ما تعترضيش على صحيح راسك. صحيح 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 ما صحيح تعترضيش تعرف ابراهيم، عمر صحيح قدير، خليك في صحيح قلبي. صحيح قدير، جداتي ماتت، ما شافتهاش صحيح قدير، قدير هذا صوالح تاع خالاتي بريفيو ما بغوش، تسمى، خلي خليها انا لينا نفتح لهنا. لك ابراهيم، انا اللي معمر نطلق دروك. خلي اللي صحيح باغي قدير، يموت يموت، واللي باغي يحيى باغي يحيى، اللي باغي يطلع على خويا يطلع على خوه، كل واحد يعيش حياته. احنا مانا مغبنين، رانا مغبونين وحدنا، ورانا قانطين وحدنا، ورانا نفوتو في الغربه وحدنا. ما كانش اللي يحوس عليك باغي تموت، انا تاني غادي اكون نموت، غادي غير ما تبكي عليا ولا با يبكي عليا ولا هذوك، زعما خالاتي ولا يجي يبكي عليا عاد تبكي عليا، قسما بالله نعرف خالتي تجي تبكي عليا، ما حمزة عما تنسى خالتك، نخرج لها من القبر نقول لها تبكي، تفو تاعك تبكي عليا، انت حمزة ما كنتش نبكي، ما حمزة كنتش حوست عليا، ما حوسيش عليا، اي روحي دروك الدريه لك، ما تحوش عليا، ما تبكي عليا، ما والو، عندي ما با حمزة يبكوا عليا، خالاتي ولا فامي تاعي غير ما كتبكي عليا، باسكو نخرج من القبر قادر ندعي ربي نقول له خرجني، نقولها غير نشوف فيها، نقول لها دوك على جيتي، انا ملي كنت حيه ما حوستيش عليها، دوك على جيتي، خلينا بنادم راه معمر ابراهيم، هذا ملي تشوف لنا هذا القصه في قادر، انا انا ما بيقصها قادر، ابراهيم. احنا قادر، انا كنت نهضر بصفه عامه ما كنتش نهضر على يعني الشيء اللي بالك انت حسيت، بالك هضرنا في موضوع اللي احنا زعما كهضرنا كاش مسامحه يعني بيناتنا، زعما حاجه اون جينيرال يعني، ما هضرناش على الاساس. اسمح لنا قادر اخويا ما تزعفش، بصح ما تبدلناش على هذا السيدي، احنا كنا نهضروا بصفه عامه الدين انا بصفه كنا عامه. انا كنا نعزيو فيهم سيدي، انا بغيت شي درك، احنا كنا نعزيو فيهم هذاك خوهم وصاحبهم، وتربى عندهم في تموشنت وفي وهرن في العامريه، وتربى كاع اسمع وداوى اسمع كاع انا عندهم، هو وكانوا معاه، اخوه، كنت انا نعزي فيهم. انا خديت انا نقول لهم مانيش عارف، انا البعيد ما يغيظنيش، قال لهم ما يحسوك شوف الناس، راك شوف باش عليهم تعرف، ولا عليه ولا الناس كي دايره، شوف الناس كي دايره. انا هو كان داير الموسيقى،
انا الناس كان تقولي لي انايا حبس شمي يطلع هو تاني قلت لي خدير ها ناقص موسيقى هو كان داير موسيقى والناس في لي كومونتير معليش بالك كان داير اذاعه بالك كان داير اذاعه في البوست ولا ما نقدرش نعرفه ولا بالك في التليفون ولا معليش معليش خديرو معليش البارح حمزه اللي جانا قديرو نو انا نعرف قديرو راه معمر قديرو خديرو راه معمر من فاميليا معليش قديرو نورمال شوف ما تفاصو حنا ما هضرناش في هذا الموضوع اللي تهضرت عليه قادر حنا هضرنا بصفه عامه زعماك باش زعما او ما الناس ما يشهدوش علينا كالعام ضحك ولا كسمو كنا نبدلوش فيها بالقادرو هاي ها روح حمزه اعطيها لك يقول لك خلي القادر وصايب مش لا 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 حمزه صايب ما تهضرش معاها سالي مورغان tu vas روح قادر انت كزعبه انا بيا بيا قادر والله الا عطيتها لك يا كو tu veux y aller j'ai rien dit ça va tu vas bien Ça va et toi? Ça va tranquille. Hamza, ma t'khalmij wahdi. Tu es d'où Morgan? Hamza ma t'hadrch, ma t'hadrch Hamza. Je suis Ma dis ali khatiro to darro. Quoi? La Rochelle en France. Allez, moi j'ai t'hadr hadi ga. Plus fort s'il vous plaît, plus fort ma soeur. Oui, on t'entend mal. J'ai dit, vous venez d'où? Moi, je viens de La Rochelle. Ah, tu la connais, Brahim? T'es un de Blasa? La Rochelle, ouais. Où est le houboub de la France? Il y a le feu la dernière fois, je crois, à La Rochelle. Qu'est-ce que nous disons? C'est que tu as le gumb, où est-ce que tu as le gumb? Nous, on habite à Marseille. Ok. Brahim, il faut. Brahim, il faut le gumb. موش يقولها حمزة فني موش يبي تمخس يقولها حمزة واحد زوج ثلاثة هودو كحف رحمة رايب خلي الشعر شو بدنا نحرك دينها نروح نعوضها أي الشجرة إحنا بينا نضحك ونقصر تقول إيش قيل الأخير قام تجلس فيها قمت عليها قمت عليها وهبط اللي هبط قمت عليها دلها هاي كيف دلها شو كيف دلها قمت عليها قمت عليها ونحل الملف انا وصاحبي نقصروا نهضروا نديروا ملف نديروا موضوع نهضروا فيه هادي ونجيبوا يولي يزعف لنا راه شوف لو ماما صاحبنا وانت كاع في الرغف فؤاد على بالك دخلنا موضوع انا بغيت قلت لك دخلنا موضوع في موضوع على بالك عماتك هو خوالته شاوي الجيريان قول خويا ربي على بالك ما نقولش اللي دخل موضوع في موضوع على بالك وحنا نهضروا نعجوا في السيد كنا نعرض معليش حنا كنا نعرض اسمح لي حمزه حنا كنا نهضروا بصفه عامه زعما شفت انا وياك كي بدينا قلت لك زعما غير هكا جاوبتني قلت لك زعما بين بكري ودروك على الصلاه ولا حاجه ما نبغيش اللي ما نبغيش انا اللي دخل الموضوع في موضوع نهضروا موت موت والعرس عرس ونهضروا على الفاميليا على صله الرحم نهضروا بالك صار له كيما عمتي كيروحوا للسبوع الناس تهدر على الميت وهما يهدروا على سلافتهم وحماتتهم وكاع دايرين المنشار داير الظل ويهدروا في سخاوتهم وكل حاجه في بلاصتها خيتي انا مغيت لينا زهري غير مع مقولين كاع الدنيا تذكرتك اسمع اسمع ارجع 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 راح حمزه الشيء راح حمزه كيروح السبوع ايه يروحوا للسبوع ويتاموا الحيط وهما يشتكوا من سخاوتهم وانت يا الخوك ولا سخاوتك ولا والله يهضروا على السلايف وعلى الكنين حبيبي في بلاصتك هما يبغوا يقولوا زعما هما تيهم من القاع باسكو ما تلاقاوش في دار الميت ما عندهمش وين يتلاقاو صح حبيبي خاطر حكيت لنا على بوحباك هذوك النساء تاع اللي يروحوا للموت من يشوفوا مالي الموت كيف يلعبوا يدكو جاني في المنام غوف سكوت شخربت فيه غوف الله يحفظك ايه والله علاه يكذبوا على انسان يكونوا مع الدين ايها ومرته وكذب هما قايل هما الواحد كيموت من مرات تكذب خواتاته اختو تقول لهم ها وكان منايفني في 7 سنين وجا وطلب مني السباح ومرتهم ومرته تقول لهم ها والله يرحمه تقول لهم البارح نهضر لوحده تاع الليل وقال لي ديري لي العيش هو كل عيش ما يبغيش كاع البارح قال لي ديري لي العيش اضرب قصعه مسكين هو العيش هو العيش نتفخلو وكتلوه ها تقول له عندك تما الموت داخلته وانا الاخبر ها ما درتش الخيل عايش وراح في قلبه ومن بعد كما صاوا كما صاوا كل يوم يديروا قصا عايش بالجاج تاكلوا يا ولادها غتقول لهم بيكم مات على العيش وبيكم مات في قلبه العيش تبدا كل يوم تذبح دندات برد يا ولادها تقول لهم بيكم يبرد قشوشو
حمزه لا احكي لي هذيك يعني يدخلوا الموت يسيبوا هذيك مرات العصا تولي عندها الدراهم واصحاب الدراهم ومي تدخل عليها تبدا واي 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 اسمع 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 اي ومن بعد تجي ومن بعد تجي تجي عيال خوك كانت قاتلته بالسحوره يقول لهم ها واك البارح سلم عليا وطلب مني السماح هما اللوسي كان رايح جاي اللوسي كان بيناتهم يقول ها تقول لهم البارح جا سلم عليا وطلب مني السماح وعنكني وبكى ها وانا ما عرفتش خيي وصل عندك الورقه طايحه اي مي اقول لك المي اقول لك قال لك الفرد كنت تحيقه ومسوه بالصح لا حمزه هذيك اللي تدخل تبكي الجاره هذوك اللي كان تترش لهم وتدير لهم امي تدخل تلعبها واي واي زعما كنت تسلم وتقارع على مرات الموت الا راهي تشوف فيها ولا لا لا هذوك يتفكروا ولادهم هذوك قال لي يبكوا في الموت ويندبوا كاع وحده تفكر بيها وحده تفكر راجل خالتها وحده تفكر عمها وما بالعاني يتفكروا كاع كل وحده تفكر الفاميليا تاعها ويجوا يندبوا في دار الميت طيب يسيبوا ثم السبه وكاع ذيك الدار تاع الميت هذيك ثلاث ايام راهي مديوره للنديب او تيقولوا الخديرو يجي يقولوا الخديرو يجي ويعرف الصور حتى نسى مورا لجا شنديروا له شنديروا نتفاهموا شنديروا له انا بدو له كاس تيجي صايره معمر بدو له برد بزازيلو بالركسه من بعد منين قاس المحارم قال لك ما غير حتى واحد رجعني يوديا اليوم اليوم غادي نطرحوا عليه اسئله اش قلت فيها هذه تاع جدة هذه تاع جدة سير ما خلاتلوش الورث وخلات يعطات كاع العمامو بي وما داش انا نعرف هذا السؤال لا عزة عزة اللي مري بالي ذكرته ما انا ان شاء الله نطرحوا عليه اسئله قول له بين طرح لك السؤال في الحياه تاع كرسي اي كرسي الاحتراف روح هيا روح حتى تاع ذكرات ايه دمر يشوف دمر يشوف شوف ندخل عاد قادر نقول له حصة دمر وشوف روح دمر وشوف قال له حصة المكشوف كل شيء يشوف ودمر يشوف ودي والله يديك رضي واتشوف واتشوف حمزة حمزة يقول لي بين هدرو المكشوف ضرك بين هدرو دمر شوف هذه ذكرت كاري ذا أنا ذكرت اللي كتني بذا مديرة معك إيش زلة والله ميديا بينا تعلمون صدق الله العظيم شبي يزيدوا فوق هذا الشيء معني وين يزيدوا لا سما غاصا انه راه يهضر بالدين وما شاء الله وكاع شو قلت خلوك مسيد على الانبياء ودخلها من النص والاحاديث قال لهم انا ما سمعتوش في حياتي ما نعرف كاع وين ترجمهم الله اكبر قطعنا قطعنا احنا ما نعرفوش هذو كاع قراوا في كتاب القراءه ما نعرفوش هنايا اللي يقولوا انا نديروا عليه ذكرات تدبر وشوف عيش وشوف لك ساعة وصلوا لها الهضره صايب وصلوا لها ابراهيم عيش شوف قولوا له يجي قول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عبيكم بلي كاين واحد السيجي لازم نهضروا فيه هي أن نقولوا للناس على حسب التجربة تاعنا مرحبا مرحبا على حسب تجربات تاعنا وعلى حسب كما يقول لك الغبينه اللي غبرناها في الجزائر وكانت عندنا طريقه صغيره اللي خرجنا بها من الجزائر كاين الناس لهنا بالك اللي راهم كشفوا القاطعين اللي ياس رحمه ربي ولا كاين تشوف في حياتها راحت ولا اللي في حياته واقول حمزه ربي يقدم الحصه تتبع وصح روح يا روح هل أنت في الاستماع صديقي حمزة؟ بسم الله يا بسم الله يا رب الله. نعم زميلي إبراهيم أنسي سودتي الكرام داخل الوطن وخارج الوطن أينما كنتم وحيثما وجدتم
ها أنا معكم زميلكم سيد مو على المباشر في حصة دمر وشوف. استضفنا اليوم الزميل المشهور والمحبوب والفكاهي خديرو، هو متواجد معنا على المباشر من مدينة إسبانيا، مدينة برشلونة. كونوا إن شاء الله تعجبكم الحصة، كونوا في الموعد إن شاء الله، بارتاجوا لزامي ولحبابكم وخاوتكم، إن شاء الله يعجبكم الأسئلة تاعنا. واللي عنده سؤال على زميلنا خديرو ولا واحد من المتابعين يكتب لنا السؤال على المباشر، نطرحه عليه على المباشر. ألو، السلام عليكم زميلي خديرو. الرقم على الشاشة. ها تشوف ما هي الرقم، يعني الحته رقم الحته وتوجه على الشاشة. وكذا أرجع أستنى تواسي بلا مجد، تواسي بلا مجد. نديرو إشهار بليسيتي قدير صاحبي كي راك داير تيريرين مع اليايورت دانون. هذا اليايورت تشربو خطرة في النهار يا درا هضره يعفيق يقدم، والله لا يشتهل باش يخدم في إذاعة. قدير كنا مفاهمين عليك، غادي ندوروها عليه. صح عبالك اي بصح تترجم لنا، غادي نهضر هكا بالشينويه تترجم لنا. صح صاري ترشق بك حسبك زكرون تبغي، قلت اي تبغي ربي يدي لك كيفه حوجي، هو راه يترشق بك. يرجعني انا ربي يرجعني كيما صالح الثقل، لا ما يرجعنيش كيما حمزه. لا هو راه حسبك زكروت وكرا يترشق بك. ايه لا انا ان شاء الله ربي يرجعني كيما صالح الثقل، لا ما يرجعنيش. والله يا قدير وهذا انسان ما يبغيلكش الخير، باسكو علاه هذيك المدام تاع البارح قال لها ما تطلعيش حمزه. والله لا مس عليه يهضر فيه غير في الخير، والله جامي استوعد يحبك كيما حمزه. الله يسلمك. الله يسلمك زملائي الكرام، أينما كنتم حيثما وجدتم سلام الله عليكم، نتشرفوا بالحصة. اليوم استضفناكم إنسان عريق وإنسان يعني نقولها بكل صفة، يعني إنسان معروف وإنسان محبوب، نقولها بكل مجهول. يعني اللي عنده سؤال يتصل بنا على المباشر، وعندنا الرقم الهاتف أسفل الشاشة. عندنا رقم الهاتف أسفل الشاشة. كلمة الفيديو هنا العبود. الرقم يمر أسفل الشاشة. الرقم والله في التلفزيون كيديروا في التلفزيون، واحد يجي كيفوت تسكح حاسب هذاك جابك الاسئله الشاشه خلينا. والله واحد يقبض ورقه ويدير لك مثل التلفزيون. والله رقم واحد مراهيم تيو 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 تيو. والله هذا رقم اسفل الشاشه، والله ما تسيبوها كاع ما غير عندي. بالمقلوب ربع راه تشوف عليك. على كل حال يلا خوتي راكم شفتوا رقم اسفل الشاشه. ما تنساوناش بالمكالماتكم يشرفونا. السؤال الاول يقول خديرو يحكي لنا يعني كيفاش العلاقه تاعو مع يعني مع جداته مع لف. لا يا حمار يعني بكل زيبا قديرو يحكينا على البعيد والقريب، ويحكينا على القط اللي كان مربيه. هذا لا قدير يا صاحبي مسكين، قدير اللي صوم والله العظيم. والله كان كنت مربي كلب خطأ كانت عندي بسلات حمزة، خطا كانت عندي بسكلات، وجا عندي واحد وقال لي خديرو عندي كلب بيرجي، راني نقول لك بيرجي المون، وهذا وين جا من الالمان، وانا ما نعرفش الكلاب. هو كلب وقيل هو كلب عربي مخلط مع الديب. ايه شالو شالو ولا ما جددها الكلب مخلط مع الديب. راني نقول لك بدته بهذيك البسكلات، راني نقول لك ولاد مي يجي الفجر ويديرها هذا باقي هذا ديب، وانت دابا هذا ماهوش ديب هذا كلب.
بيرجي قال لي كيف الكلب سمعته البارح في الليل يدير كيما ديوبا. قلت له والله ما على بالي. اي بعد هذاك الكلب مات لي راجل كيما يالوك ما كتلاته كي شغل حنا درنا انا ما دارت المشوك ودارت المسكوتشه تاع رمضان تاع العيد وانحرقت لها. مين انحرقت لها؟ ما قاستهاش هذاك الكلب. بعد واحد الشهر ولا ما ياكلش كاع ولا نطلو فيون داشي نطلو لحم والو حاجه ما ياكلهاش. دينا عند الفينيتينير عند فيتينينير فيتينينير فيتيرينير دينا عند فيتيرينير. اي قال لي هذا راه كونستيبي حاك منو الحنوشه. قال لي الحنوشه راه مكاتلينو كيفاش تعطيو تاكل؟ قلت له والله انا نعطي غير اللحم ياكل صوالع وكاع. اي رحت تاخذي ديك ما قالت لي خطير وقالت لي الحنوشه في. قلت لي واه قالت لي ديك الباسين هذاك القازر قالت لي تاع اللي نحرقي تاع مشوك. قلت لي ما بغيتش قيسو. قالت لي كنت نعطي الحبات مع الصباح والحبات مع الليل. كتلاتو بمشوك. اي قعد واحد الشهر ولا مات بالحنوشه هذيك القازه فيتو. لما تقيسو عطاتو له تعطيلو الحبات الصباح الحبات الحشيه. كبير صاحبي حتى اللي تدود انا قال لك مش قادر نشوفوني علاه من الشمبان عندكم خاوتي بان رجعت تدخل بالتليفون الزاوي صاحبي. هاي بان راهي بان اللي مش قادر يشوف حمزه يدخل من عند ابراهيم علاش راه حابس اللايف عندي شكون كيفي مالي حبس لهم اللايف تاعي. شوف ملي فات الرقم اسفل الشاشه ولا ما تصحتي يا واه شتي ايه رقم الشاشه بصح انا نشوفك اجي جينا بغيت نعاود نطلع روح فينك انا مليح لا ماشي نشوفك راك تبان بصح انت عندك ما نجي نشوفك. هود عاود يطلع جيجا والله ما عرفت من هنا. جات قطعة تاع بارابول جات حمزة عاوتي كبسونا شوية الله يحفظك كبسونا هذا جن نزيدو الرابع معنا يكون واحد يتفاهم معنا ورانا مجمع نبغى قورية ما ندوش فيها كاع نديرو لها الميت ورانا مجمع لا والله لا جات هضرت لنا على القريب شو والله ما جات قادر صابات بكي قلت لها خاصني الزواج حمزة واحد قال لك جي بوزون دو حمزة بوغ ترافاي ا بيرپينيون وجدي راف وجدي والله إلا خدمت نخدم دروك روح عداه شوف سمو راف وجدي روح دير له ابوني كان عندي انا ثاني واصل باش نقول لك كان عندي قادر يروح درت لنا على مشوك ابوني وين نروح عنده لا ويجي عندك دوك يجي عندك قادر شيل الحاجه اللي تبغيها في لي كاطو سالوني شو غادي كل واحد يسال خوه الحاجه اللي تبغيها في الكاطو. شوف نبغي نموت على النيسلي ونبغي لي اسئله تخديرو اسئله تاع ابراهيم تاع ماكله نبغي النيسلي نبغي النيسلي ونبغي لي زيكلير هادو زوج نموت عليهم تقلعش صح حمزه نشرب في الكوكا ومن لو جي جي بانان تشرب بالبن صاحبي البن حمزه حاجه اللي تبغيها في لي كاطو يعني نوعين ولا ثلاثه بغيتها الطابع هذاك اللي يجي نجمع وهلال لوكا بكاس هكا وكا نبغي كعك والله ونبغي كعك ونبغي ذاك تاع اللي تفتت الروح تاع بوسوله تمسو الغريبيه تشارك با انا عندي زوج انا عندي تشارك وانت يا بلينغ نبغي تشارك ونبغي الكعك مسمن ما نذكروش معك سمو مسمن خاطي لا مسمن لا وغريبية هكا ديفو هكا نبغي نشوفها يا سيدي راح لي في قلبه ربي يذكرها من اليوم في الليل صح حمزة شاملي صوالح تبغيهم في المرأة صراحة خواعد انا صريح جدا انا كده نبغيك وعد نبغيها ما تقلقنيش كي نديك وعد تعطيني هبزه لي تاع
تعطيني كبشه لي ساعه يا حبيبي، ديريك واحد البيت تسكني لي عقلي.